صباح الخير عليكم يا جماعة، بقالنا كتير ما صورناش ولا عملنا أي فلوجات سفر. النهاردة أنا هكون في طريقي لسوريا. بصراحة كنت متوقع إن موضوع تقديم الفيزا لسوريا أسهل من كده، بس واجهني بصراحة يعني تشالنج كتير، فأنا قررت أدخل سوريا عن طريق لبنان. فدلوقتي هنجرب، حجزت طيارة لبنان، هقول لكم طبعا خلال الفلوج ان شاء الله ايه الاوراق المطلوبة عشان تقدر تروح لبنان، وخلينا نشوف هل هنقدر ندخل سوريا عن طريق لبنان ولا لا. طبعا جهزت شنطتي وطلبت تاكسي، مستنيه دلوقتي. سلام على ديفيد قبل ما نمشي. سلام يا ديفيد، باي باي. هو نايم. جاهزين يا جماعة؟ التاكسي بتاعنا وصل اهو، يلا بينا. انا مسافر منتظر الجيت تفتح، بس بالنسبة للموضوع التشيك ان كان في شوية غلاسة بصراحة في المطار. شيكوا طبعا الفلوس اللي معايا، قالوا لي لازم يكون معاك 2000 دولار، دي حاجة أساسية ان انت تطلع من الطيارة للبنان وانت معكش فيزا. بلس كمان سألوني على الأوتيل، بجانب كانوا عايزين تيكت طيران مغادرة لبنان. انا عندي تيكت طيران، كانت انا طالع من دبي المفروض هروح على لبنان، وبعد 7 ايام حركة من لبنان هروح على مصر. كانوا عايزين الرجعة تكون هنا الامارات، فدققوا معايا في النقطة دي واتكلموا كمان مع السوبرفايزر. فالحمد لله الامور مشيت، وانا دلوقتي منتظر الطيارة، بس بصراحة قلقان من اللي هيحصل في مطار لبنان هناك. خلينا نشوف هل الاجراءات هتكون اسهل ولا نفس الاجراءات برضو. طبعا الاسئلة اللي اتسألت لي دي اسئلة طبيعية جدا في اي بلد بتدخلها، يعني ما فيهاش اي حاجة اضافية. بس الفكرة كلها ان يعني المفروض ان انت حسب الويب سايت الاوراق دي بتكون معاك. كانوا عايزين يتاكدوا تكت الطيران كونفيرمت ولا لا. طبعا انا معايا كونفيرمت، معرفش ليه ما كانوش عارفين يشيكوا عليها. بس اخدت اجراءات تقريبا حوالي ربع ساعه علشان اقدر اطلع الطياره. خلاص يا جماعه طالعين على الطياره اهو بطريقنا لبنان. خلاص احنا على الطيارة اهو، ان شاء الله قدامنا 4 ساعات للبنان. لو برضو ان انت تقعد في اخر الطيارة، اخر كرسي في الطيارة الصراحة عجبني. انت وحظك بقى في اي حاجة بقى، لو فضل اكل هيدولك، لو مفيش وجبات بس هو الحاجة الوحيدة الحلوة ان انت جنب الحمام. والله من الحاجات اللذيذة اللي بحب اشوفها على فلاي دبي هو الفيديو الترشيدي ده، لذيذ جدا يعني، تحس ان هو كرييتيف. الطيارة هتتحرك دلوقتي، قدامنا 4 ساعات ونوصل بيروت. الحمد لله الطيارة مش زحمة النهاردة، ففي اللذيذ يعني. بصراحة مواعيدهم كمان مظبوطة، طالعين في ميعاد. سيدتي سادتي، بما أننا سنحطو بعد قليل في بيروت، عليكم العودة إلى مقاعدكم ورفض الاهتمام بأحكام عدد مقاعدكم وضع المستقيم من زر المستدرة. أغلق طاولة الطعام، رجاء أغلق الأجزاء الإلكترونية. وصلنا مطار بيروت، رايحين على التشيك. خلينا نشوف بقى ايه اللي هيحصل معانا، هل نفس الاجراءات اللي كانت في دبي موجودة ولا الموضوع هنا هيكون اسهل. هقول لكم طبعا ممنوع التصوير في اي جوازات في اي مطار، فان شاء الله هخلص الاجراءات واقول لكم اللي حصل معايا. جماعة اخدنا التأشيرة لمدة 30 يوم، الموضوع بسيط جدا واسئلتهم طبيعية جدا. الاوتيل اللي هتنزل فيه هتغدى امتى، فالمواضيع بسيطة جدا. كمان التأشيرة دفعت عليها 8 دولار بس،
فالموضوع في اللذيذ جدا. الاجراءات كلها ما خدتش تقريبا 10 دقايق. وصلنا لبنان خلاص. البلد شبه مصر هبل يعني. دلوقتي خلاص احنا وصلنا بيروت ومتجهين دلوقتي للشام. خلينا نشوف بقى ان شاء الله الموضوع يكون سهل برضو زي ما حصل في مطار بيروت كده. الموضوع يعدي لذيذ ان شاء الله. الطريق تقريبا هياخد من 2 ساعة لـ3 ساعات. طريق غريب جدا، كاننا مثلا على جبل طالع نازل، وللاسف الطريق ما فيهوش كمان نور خالص يعني. وقابلنا اول الطريق كمان شبوره. الفكره كلها ان الطريق من سوريا للبنان الطريق ضلمه ما فيش نور، فبنصحكم تيجوا الصبح طبعا. بلس كمان يعني كله حوادات، والمشكله ان الطريق رايح جاي، فلازم يكون حد حافظه كويس. يعني بصراحة الطريق خطر وطويل، واخد معانا دلوقتي تقريبا 1.5 ساعة. فخلينا ان شاء الله نوصل على الحدود بالسلامة ونقول لكم الاجراءات الدخول هناك. صباح الخير، بكلمكم من الاراضي السورية. يا جماعة الفلوس السورية، الواحد بقى ملياردير هنا. لا احنا لسه في فترة المليونير مش الملياردير. خلاص يا جماعة احنا وصلنا سوريا. معلش امبارح بالليل وصلت ما كنتش قادر اتحرك. الاجراءات الحمد لله كانت حلوة، هو بس اخدنا وقت شوية علشان لازم تصرف فلوس من الحدود، فاخدنا وقت شويه، بس الحمد لله دخلنا والموضوع كان لذيذ جدا. طبعا انا هقول لكم التفاصيل كامله في الفيديو الجاي لو حد عايز يعمل نفس التجربه. وطبعا هنشوف الاماكن اللي نقدر نزورها في سوريا والاسعار، وانا متحمس جدا للاجازه دي. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا.